السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. اليوم سوف أتحدث لكم عن وصفة طبيعية أكثر من رائعة لتنعيم وفرد الشعر الجاف والخشن. لا شك أنكم سمعتم من قبل عن بذور الكتان وفعاليتها الكبيرة في تنعيم الشعر وفرده. وصفة فعلا رائعة طبيعية بدون أي أضرار جانبية على فروة الشعر. كلنا نعلم أن جيلات أو كريمات فرد الشعر فهي تحتوي على العديد من المواد الكيماوية التي تضر بالشعر، التي تحرق فروة الشعر وكذلك تحرق الجلد عندما يصل الكريم فرد الشعر إلى هذه المناطق على الوجه وعلى الجبهة. لذلك مع هذه الوصفة لا خوف بشأن الأضرار الجانبية، لأنها وصفة طبيعية رائعة، جربتها بنفسي وأعطتني نتيجة رائعة جدا. بعد اليوم لن تحتاج أو تحتاجي إلى استشارة شعرك أو الذهاب إلى الصالون أو شراء مواد فرد الشعر التي تكلف أثمنة باهظة ولديها أضرار جانبية خطيرة على فروة الشعر وعلى الجلد عموما. ابقوا معي في هذا الفيديو كي نتعرف على مكونات هذه الوصفة وكذلك طريقة تحضيرها. إذن بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، كما أسلفت الذكر سابقا، سوف نحتاج إلى بذور الكتان على هذا الشكل. تكون بنية اللون وتشبه قليلا السمسم، لكن ليست السمسم. سوف نحتاج أيضا إلى الأرز إذا كان ممكنا، وإذا كان في استطاعتكم أيضا سوف نحتاج إلى جيل الألويفيرا على هذا الشكل، أصبح يباع جاهزا عند في محلات الماكياج أو في الأسواق الممتازة. إذن كما قلت لكم أصدقائي، سوف نحتاج لهذه الوصفة ثلاث مكونات. سوف نحتاج إلى بذور الكتان، الأرز، وجل الألويفيرا. عفوا، سوف نسيت مكون رابع وهو زيت أساس من اختياركم، سواء زيت اللوز، زيت الخروع، زيت فيتامين أو إلى غير ذلك من الزيوت التي تتناسب مع نوعية شعركم. بالنسبة لطريقة التحضير سوف أريها لكم. إذن كما ترون أصدقائي، لقد وضعت كمية بسيطة من بذور الكتان في هذا الوعاء الحديدي على نار هادئة جدا كما ترون، وأستمر في التحريك حتى لا تلتصق بذور الكتان في أسفل الوعاء. بطبيعة الحال نستعمل كمية تتناسب مع كثافة وطول شعرنا. بعد ذلك هذا هو الجيل الذي نحصل عليه، يكون بهذا الشكل. بعد ذلك عندما يصبح جيل بذور الكتان جاهزا ونقوم بتصفيته بطبيعة الحال في وعاء، نضيف عليه ماء الأرز الذي قمنا بتغليته وتصفيته. نأخذ فقط محلول الأرز ونضيف عليه نضيف القليل منه على جيل بذور الكتان، وكذلك زيت أساس من اختياركم، ونقوم بتخليط أو تحريك كل هذه العناصر الثلاث: جيل بذور الكتان زائد محلول الأرز وزيت أساس. نقوم بخلط هذه المكونات الثلاثة إلى أن يصبح خليط متجانس، ونقوم بتطبيقه على الشعر وفرده وتركه لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة. هذه وصفة طبيعية رائعة جدا عن تجربة أصدقائي، ليس لديها أي أضرار جانبية، يمكن تركها حتى 4 ساعات 3 ساعات كما تود دون حسب خشونة شعركم وجفافه، لن يكون معكم أي أضرار جانبية. أما بالنسبة للطريقة الثانية لتحضير هذا الكريم لفرد الشعر الطبيعي، سوف نحتاج إلى جيل بذور الكتان، نضيف عليه 3 ملاعق من جيل الألويفيرا،
إذن 3 ملاعق كبيرة من جيل الألويفيرا زائد زيت أساس من اختياركم حسب نوعية شعركم، حسب مدى خشونته وكذلك جفافه. نقوم بخلط المكونات الثلاثة إلى أن نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك يمكننا تطبيقه على الشعر. شعر عادي جدا، لا يعني ليس ضروريا أن نغسله جيدا ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك، يمكن تطبيقه مباشرة على الشعر بغض النظر عن حالته التي يتواجد عليها. إذا هنا إلى هذا الحد هناك طريقتين كما قلت لكم. الطريقة الأولى وهي جل الألويفيرا مع محلول الأرز زائد زيت أساس، والطريقة الثانية وهي جل بودور الكتان مع جل الألويفيرا ثم زيت أساس من اختياركم، ونقوم بتطبيقه على الشعر كاملا وتركه لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، أو مدة زمنية تتناسب مع مدى خشونة شعركم وجفافه للحصول على أفضل النتائج. إذن أصدقائي كان هذا كل شيء بالنسبة لوصفة اليوم التي تتعلق بتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف. هناك فقط الإشارة، هناك نوع من الشعر خشن وجاف لدرجة كبيرة جدا، فبالتالي يمكن أن نقوم في هذه الحالة بتطبيق هذا الماسك على الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. إذن هذه الوصفة فهي طبيعية 100% مجربة من طرف العديد من الناس ومن طرفي شخصيا، وتعطي نتائج رائعة، ليس لديها أي أضرار جانبية، والمكونات لا تكلف كثيرا، يمكن اقتناؤها في السوق بأثمنة بخسة جدا. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإذا كانت هذه أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا في الاشتراك وكذلك ترك تعليق، وإذا كان لديكم أي موضوع تريدونني أن أتحدث عليه لا حرج، يمكنكم فقط ترك الموضوع في تعليق وبالتالي سوف أخذه بعين الاعتبار. أشكركم جزيل الشكر على تشجيعاتكم وعلى تعليقكم وعلى متابعتكم لكل الفيديوهات التي أنزلها في القناة، وأتمنى لكم يوم سعيد. إلى فيديو قادم، إلى اللقاء.